احتفل أنصار أحزاب المعارضة الباكستانية خارج البرلمان بعد الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، وعلى نقيض ذلك تدفق آلاف من أنصار خان إلى شوارع المدن الباكستانية في ساعة متأخرة من مساء الأحد، رافعين أعلام حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان. أقيل خان من منصبه بعدما خسر تصويتاً في البرلمان على حجب الثقة بعد أزمة سياسية استمرت أسابيع عدة، وذلك عقب مواجهة بدأت بين المعارضة والحزب الحاكم بزعامة خان استمرت نحو 14 ساعة. 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. وقال مصدر أن التصويت جاء بعد أن التقى خان بقائد الجيش القوي في البلاد مع تصاعد الانتقادات بشأن التأخيرات في العملية البرلمانية. وقال محللون أن هناك مؤشرات على أن خان فقد دعم الجيش الذي حكم البلاد لما يقرب من نصف تاريخها الممتد 75 عاماً. بدلاً من ذلك يصر خان على أنه ضحية مؤامرة دولية، مدعياً أن الولايات المتحدة أرادته أن يذهب بسبب تحركاته الأخيرة في السياسة الخارجية، بما في ذلك رحلته إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين. ورفضت واشنطن الاتهام، لكنها قوبلت بصدى بين أنصاره الذين نزلوا أيضاً إلى شوارع إسلام أباد بعد التصويت. يذكر أنه لم يكمل أي رئيس حكومة في باكستان ولايته منذ الاستقلال في عام 47 إلى أن خان هو أول رئيس للوزراء يقال من منصبه، ولم يتضح على الفور متى ستختار الجمعية الوطنية رئيساً جديداً للوزراء، لكن من شبه المؤكد أن زعيم المعارضة شهباز شريف هو الأوفر حظاً لقيادة الدولة المسلحة نووياً التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة. ومن المرجح أن تواجه الحكومة الباكستانية الجديدة سلسلة من التحديات من اقتصاد البلاد إلى إرساء الشرعية حسب ما يرى محللون. The first challenge of Pakistan, that is how to manage the economy. Pakistan economy is in really bad shape. We see huge trade deficit. We see that there's been an erosion of foreign exchange reserves. The rupee is tumbling down.